هنا إحدى الأخوات تسأل عن والدتها، تقول إنها رأت والدي رحمه الله في المنام، هل يجب علينا أن نتصدق عنه إذا رأيناه في المنام؟ يكثر السؤال عن هذا. صحيح، هذا سؤال يكثر وانتشر عند كثير من الناس، أنه إذا رأى قريبه والدا أو والدة أو زوجا أو زوجة أو ولدا في المنام أنه كأنه يستعطيه، يتصدق عنه بذبيحة أو يذبح ذبيحة ويقسمها، وهذا الاعتقاد غلط ولا أصل له. والمنامات لا يترتب عليها أحكام شرعية ولا أحكام عقدية، وإنما إذا رأى الإنسان قريبه في منامه يجدد له الدعاء، لأنه في حال انقطع عنه العمل وهو في حاجة دعاء من يدعو له من محبيه، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: أو ولد صالح يدعو له. أما اعتقاد أنه إذا رأى قريبه وحبيبه في المنام يذبح ذبيحة ويتصدق بها أو يخرج ما يتصدق به، فهذا الاعتقاد لا أساس له ولا أصل له، والله أعلم.